أعلنت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير في الرخص الممنوحة للمستثمرين الأجانب، ينص على تجديد هذه الرخص كل 5 سنوات بعدما كانت تجدد سنويا، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وأشارت في بيان إلى أنها أدرجت في استراتيجية جديدة لها فتح مكاتب عالمية في 8 دول تعنى بالقطاعات ذات الأولوية لتغطي القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية 2030. وتؤكد هذه الخطوة أن المملكة تمضي قدما نحو تنويع الاقتصاد وخلق مزيد من الفرص أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. تأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، كما أنها تأتي ضمن نطاق تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني. وتشهد السوق السعودية ازديادا ملحوظا في ملكيات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأجانب، في دلالة واضحة على مدى جاذبية السوق السعودية لرؤوس الأموال الاستثمارية.